وهي إجا صهري كمان. كيف تعمل هيك من ورا ظهري؟ ليش غيرت مكان البضاعة؟ تفكرني غبي وما بفهم يعني؟ أنت جاي لحتى تحاسبني مو هيك؟ ممكن تتركونا أنا وصهري شوي لحالنا؟ عود لشوف. الشي اللي عم شوفه بوشك أنا شفته من سنين. كنت معلي أمال كبيرة عليك بس خيبت لي أمالي. تقتحم مكاني مثل كلب بري. صرت تجاوز حدودك بكل وقاحة. أنا بالحقيقة يا لسه ما خلصت كلامي. الشرطة عم تراقبك طول الوقت، عم يراقبوا كل خطوة بتخطيها وحتى كل نفس عم تتنفسه، وانت مانك حاسس بشي. أنا عم دير الشغل. أنا أنقذت البضاعة من شان ما توقع بيد الشرطة. بدل ما تتشكرني وتبوس إيدي جاي عم تخانقني؟ مو على أساس أنت رحت وقلت لي إنه أنا أستلم الشغل. إيه مزبوط هالشي. معك حق، تركت لك كل الشغل ورحت. إيه وشو صار؟ ضليت عم راقبك. وبعد ما راقبتك قلت صهري مؤد الحمل لسه بكير عليه فرجعت لهون. طيب وين وعودك؟ لما تزوجت بنتك بشو وعدتني؟ مو قلت لي انت حتستلم من بعدي كل الامور؟ ايه بس هالشي بعد ما اموت، انا لساتني عايش اليوم. خود هاي فرصتك. إذا مصرت استلم كل شيء أوصني. يا أما قدم لي الطاعة وبس. لهون بس يا آغا. ايه يا حضرة الضابط، شو الشي المهم اللي بدك تحكي لي؟ ما حبيت اقول على التليفون. انت مجنونة بلا ما تعملي شي حركة جنان. والله صرت تعرفني. متطلبات المهنة، نفهم يلي حوالينا. ملف بينار تسكر، ما قدرنا نلاقي أدلة بتكفي لنعتبرها جريمة ولا إثباتات. أنا أصلاً ماني متفاجئة. الشر ربح مرة تانية. مانك متضايقة؟ كنت متوقع. أنا ماني مجنونة والله، بس الناس بيوصلوني للجنان. الظلم والشر حوالينا والكذب كمان بيعملوني مجنونة، والناس هنن سبب كل شيء. مثلاً لما حدا ما بيوفي بوعده إلي ما فيني أتحمل وبحاول إني لاقي حل. هالشغلات شوي بتعصبني. شوي؟ ولما تعصب كتير بيسموك مجنون. هاي هي. صدقني بس تعرفني منيح رح تحبني كتير. مثلاً أنا بساوي عجة طيبة. شو دخل العجة بحديثنا هلأ؟ ما بعرف، بس حكيت يلي خطر على بالي فجأة. مو بيقولوا إنه فيك تعرف الناس من يلي شاطرين فيه؟ ما
وانت فورا لزقت فيني صفة الجنان. حتى بتعرف بالحقيقة كان في إلي صديق دكتور قال لي إنه في معك غدة ولهالسبب بتضلي بتعصبي. على كل صار لازم روح. لوين؟ بدي روح نام. بالفندق؟ أنت مرتاحة هني؟ تعالي شوفي البيت بكرة أحسن من الفندق. إيه منشوفه بكرة. بشو عم بتفكري؟ بصورنا مع بعض ما؟ بصور حبنا وعلاقتنا السرية ببعض؟ ما بتعرفي وين خبيته ما هيك؟ لوين رايحة بهالوقت؟ جاني اتصال ولازم روح بسرعة. خير جريمة قتل؟ لا قصدي ما خبروني لما روح بعرف هالشي. غريب أنا ما سمعت التليفون عم بيرن. أنا كنت حاطة تليفوني صامت. بس بحياتك ما حطيت تليفونك على الصامت. أنا سويت هيك من شان ما تتضايق حبيبي. على كل لا تشغل بالك رح خلص شغلي وإجي تمام؟ بحبك يا روحي. وأنا بحبك. تصبح على خير. معلم بهجت؟ شفت ضوك شاع على قلت لمر؟ لازمك مساعدة؟ والله إذا بتساعدني بحف هالباب ما رح أقول لا أبداً. تكرم عيونك، بحب هالشغلة. يلا لشوف. ولاد أختك عايشين بترابزون مو هيك؟ إيه، خير إن شاء الله أصلاً، لازمك شي من هنيك؟ الشرطية الجديدة اللي انتقلت لعنا يلي شفناه للبيت؟ إيه ضابط ليلى كانت عايشة بترابزون. يا ترى أولاد أختك بيعرفوها؟ ليش اللف والدوران؟ احكي دغري. بدك ياهم يجيبوا لك معلومات عنا؟ ايه والله بكون ممنونك، بس يا ريت تخليها بيناتنا. ماشي، بكرة بتصل فيهم وبخبرهم. الله يعطيك العافية. يلا بخاطرك هلأ. خير إن شاء الله؟ ولا شي، جيت لهون لشوفك. يعني ما أجيت لتشوف أبوك، أجيت لتشوفني. صحته منيحة؟
يعني من قد ما هو بعيد روح واسأله. بالله شو كأنك ما بتعرفه، آخر مرة مو كنت موجود لما قلعني؟ ايه تصرفك غلط. ايه هو هاني ولسه عم يقول هانو، قال بده اياك تصير رجال وهو أبوك. ايه بس هو على طول بيقولها، فهمتني؟ وأنا مو ولد صغير. ها ايه صحيح. قلبي عم يحترق لأنه زعلان مني. والله عم حس حالي وحيد بهالدنيا لأني بعيد عن أبي. بيجي على بالي اركض لعنده وعانه واحضنه بقوة مثل وقت كنت صغير، ويحط ايده على راسي ويقول لي يا ابني. بس صعبة كتير، فورا بيلحقني بالعصاية وبيضربني. يا الله رجعنا لهالموضوع. ولك زيكو الرجال معه حق، كم مرة تحملك وصبر عليك؟ قديش لقالك شغل ورفضته؟ قال لك اشتغل مثل البشر وترك شغل الشوارع، بس ما قبلت. وشو ساوي انا يعني؟ يتقبلني مثل ما انا ويقول ابني هيك وخلصنا. بلا هالمسخره، ليش ما عم تفهم؟ روح لعنده وقول له بابا انا اجيت، عود معه واشربوا الشاي يعني سوا. على اساس ما بتعرفه لابي؟ والله رح يعصب علي ويضربني قبل ما نشرب شاي. لو درست وتخرجت من الجامعه وصرت مثل العالم والخلق، شوف اصلا لو انك مثله ضابط قد الدنيا. وانا شو دخلني بموضوعكم؟ ما فهمت. شو دخلك؟ لك انت الولد اللي بيحلم فيه ابي وانا عار عليه. ولك معقولة ما بتعرفه لأبوك؟ طول حياته كان يساوي كل شي من شانك. ليش انت على طول بتصف معه ضدي؟ قسما بالله انت وهالختيار اللي بالمحل اللي هو ابي لازمكم مترجم لتقدروا تفهموني. والله عم يطلع لهون اصلا. يلا خلينا نختفي قبل ما يشوفنا. يلا لا تهزلي براسك. ليش هالكلب عم يذبح مرة تانية؟ روح شوف شو قصته. ماشي يا أخي. لا تكون شفت شي هون.